هزو لان شيعكان لچاورواني اودان كلكوتاي امصال طاوي هزكاني امريكا العراق شنوا ام چاورواني لدو ركوت نكيني وان كازمي وبايدن ديت كلا واشنطن امزان لسريكر بلام هشتا برلمانتاركاني حشد شعبي مروان بوركوت دنيو ضلان امريكا جيمت مانانيا بويداول سركوزيران العراق دكن ركوت نك بوردي بخاتا باري جبجه كرنوا هم اوراويش كارو راهنا سربازيانش كبريار بمن نوا دبيت جمارو ناس نامين رونو ناس راوبن يجب أن يوضع جدول زمني واضح وبتوقيتات دبيت خشتي شي ديار كراوي رون هبيت كاتيك شانوي هزا كان تدا ديار كرابت اگر خمان بيسمان باراوش كارو راهنا سرباز بياني هبول لنا العراق دا او كاتا دبيت كساني ناس راو بنا ولا تكي وبانجش بكريت ارك كان شي بزانريت دواتريش شويني اركاكي حكومه العراق بويدس نشان دكات يعني حقيقة لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة الأمريكية براستي متمانا بولايتي يغرتوكاني أمريكا ناكريت هر وكوچون إمام خميني دليد أمريكا كان هيچ كاتيك جيغاي برواما نبونو ناشبن بويدا بيت حكومة غسيكي روني لسر أمبر سهبتو خاواني إرادي بهز بيت برامبريان أم هزا أبيت درب كريت لإراق چونك أوان داگير كرن احتلال في هذا الوقت سركردي جروبا كاني حشد شعبي اویان را گندوا تا دو سرباز لعراق مینتوا اوان هیر شکانیم با سربنکو بر جوند یکانی امریکا بردوام دبید سرو چی کتلی سندی وطانیش دالید جگلک شانویان هیچ رگه چیتر لبردم هزکانی امریکا نیا لجنه چی پرمانیش دروز کراوا با چاو دیری خشتی کشانوی سرباز امریک شکن لا حدیث حول ای تفسیرات ثانویه ام پرسایت قصه یکی دی که حال ناگرید، بریار من رونه، ایم سروری من دوید. بریاری کشانوی سرزم هیزه بیانی کن بطای بد، کشانوی هیزه کن امریکا کل واشنطن ریکوتنی استراتیجی لسر کرا. اما بریاری پرلمانی عراقه، ایم باوردی چاو دریده کنو، لیجنه چی پرلمانی من بودروس کردوا. جنساکی و طبیعجی کشتی سپی اوی رد کردوا توا، که امریکا هیزه کنی لعراق بشنه توا، بلکو او ریکو امریکا کان تنها جنگاورکان یاندک شین نوا بلان بردام دبن لیر متیدان عراق بولنا ورنی داعش لرگای مشق راهنانی سربازی جیباسه هزکانی امریکا مزنده دکریم به 2500 سربازو تا کو یسا شرونیا چن لو سربازان العراق دمن نوا لدو یراکوت ننیوکی امریکا و عراق شوان جباری کردستان 24 بغداد